نحبوش ناهض ورافض ولا معارض ولا فارض الرأي والفكر. نحبو لم تعمل نابر لم تعفو طب. لا يبحث في الإيديولوجيا لا مش في الكتب. يحفظ لي ابن برد في الغزل ونتحرك له حزام وغنيتي حاجل. ما نحبوش حافظهم ولا عاملهم بالفارغ وفي الفارغ. نحبو يحس يعرفها كلمة لا ويقولها وقت بيت الحس وقت الأصوات تتكتم وتتحبس. ونحب الثورة في قلبه إنسان متربي متخبي يترشق هباله في مراحبلة وعريانة في شهرها. تمينا اليوم احنا مجموعة خط وزواولة مع بعضنا في حركة تطوعية زادة كيش نقول معناتها مش مبرمجه وفجائيه كانت معناتها للعباد في باب الزيره لهنا في حيط اسمه الخربه. الخربه هذه ممكن نشوفوها رمزيه اكثر من انه مكان معناتها موجود في وسط العاصمه على خاطر لهنا ثم سوق كبيره سوق شعبيه ولاد الشعب الكل هنا. دونك كانت الفكره نتاعنا ان نعملوا تدخل فني بكتيبه على الحيط جرافيتي مع زواوله. قدمنا احنا مجموعه خط لعبه بين الموسيقى وبين السلام وحاولنا أن نحكيوا عليهم شوية ونعبروا عليهم بطريقتنا ونمسوهم في فن باللي نجموا أكيد ممكن حتى إذا كان مشينا من هنا باش يقعد الأثر والتراس موجود. تونسي ما نخافش هي تظاهرة صغيرة جات كردة فعل للي صار البارح واللي قاعد يصير ديما في تونس. لمينا فيها ما بين السلام والموسيقى والجرافيتي. تونسي ما نخافش هو المساج متاعنا للناس اللي ما خافتش البارح وللي قعدت في الشارع وللي حضرت للسينما وللي ما استعرفتش بحظر التجول واللي شفناها نص الليل وماضي ساعة ما زالت تدور في الشارع. وزادة تونسي ما نخافش للناس اللي خافت باش نقول لهم راهو ذاك هو الهدف نتاعهم. راهم يحبوا يخوفوكم راهم يحبوكم تشدوا دياركم. راهو الشيء اللي قاعدين يوصلوا لكم فيه راهو غالط. لازمكم تخرجوا لازمكم تعيشوا لازمكم تمارسوا حياتكم الطبيعية كما هي باش حتى واحد ما ينجم يوقفكم وباش هما اللي يخافوا. أما احنا ما نخافوش.